انا فاز رهيب البقاء لله في استاذ احمد رجب. بقاء لله يا استاذ. ونعم الحمد لله ربنا يرحمه ويغفر له ويتجاوز عن السيئات ويتقبل حسناته. اجعله جنة الخلد والنعيم. كان فعلا رجل بمعنى الكلمة، يعني افتقدناه في يعني هو ورسام كبير وفنان كبير مصطفى حسين، اثنين ورا بعض حقيقة كانت صدمة جامدة قوي عليا وعلى الشعب المصري وعلى كل محبين مصطفى حسين وأحمد رجب. الاثنين فعلا لا يعوضوا. أحمد رجب كان نص كلمة بيقولها لكن كان ليها معاني كثيرة قوي، معاني بتهز الجدان ليها أثر في كل أقول لك إيه، كل الشعب المصري وكل الشعوب العربية والعالم كله. كان مؤثر تأثير غير عادي. رحمة الله عليه في جنة الخلد والنعيم إن شاء الله. أنا عفاف شعيب، ما يعني نص كلمة لم تنساها لأحمد رجب؟ لم تنساها، لم تنتهي، لم تنساها. لا كتير قوي، كتير كتير يعني. أصل هو حاجة بتاعت الرئيس. نعم حاجة بتاعت الرئيس ممكن عشان يا كلمة لم تنسيها لأحمد رجب نص كلمة. كتير قولي لي، اذكري لي واحدة. يعني حبه للمواطن المصري، حبه للشعب المصري، حبه للفلاح المصري، حبه للأرض مصر، حبه لكل حاجة موجودة في الواقع. كان بيعرض الواقع وكان بيقول كلام يعني ليه ثقل وليه معنى وليه يعني كلمة واحدة لكن ليها معنى بتضرب حاجات كتيرة قوي. قولي لي، انا عرفت ان هو عناكي في اخواتك اللي توفوا، اذكري لي الواقعه دي. رحمه الله عليه اخويا حماده سنه 88 توفى، كانت اول بقيه عزاء جاتني منه، وفي 2012 برضه اول بقيه عزاء استلمتها منه هو. ده لا انساها ابدا، يعني دي كسرت من لغايه دلوقتي مش قادره انسى. يعني احترامه للناس، قد ايه هو انسان، قد ايه هو بيجامل الناس وبيشاطرهم احزانهم وبيشاركهم في حزنهم في فرحهم. ولا انسى برضه كتب عني في الشهد والدموع، كتب عني عمود انا لا انساه برضه. كتب كلمه يعني عفاف شعيب الشهد والدموع، كانت كلمه ليها تاثير بس ما اقدرش انساها لغايه دلوقتي. وبرضه لما عملت رأفت الهجان، رأفت الهجان شريفه الهجان برضه نفس الكلام، كتب الاخت الصادقه عفاف شعيب. بقى لله ونعم بالله.